فإنها بحاجة ماسة لنا جميعا في هذا الوقت تصبح ملكا لنا للمسلمين جميعا في هذا البلد. والمؤسسة غنية عن التعريف، وأنتم تعلمون أنها اشتهرت بتوافد طلبة العلم على هذه المؤسسة ذهابا وإيابا، لوجود النجم الموجود فيها المعروف. وأنا أعرف أن الشيخ يكره المدح، لكنني لا أزكي على الله أحد، وإنما أقول ما أعتقده. أيها الإخوة، إن الإخوة لا يسألوننا كثيرا، لكنه بإذن الله كثير عند الله. هم يسألوننا أن نتبرع $100 فقط شهريا لمدة 6 أشهر، يمكن أن تدفع بالتقسيط أو تدفع كدفعة واحدة. وإن شاء الله الإخوة سوف يتحدثون عن هذا بنوع من التفصيل لاحقا. والشق الثاني من البرنامج يكون بإذن الله عرضا قرآنيا وأمسية قرآنية يعرضها علينا بإذن الله كوكبة من طلبة العلم وحفظة كتاب الله عز وجل ومدرسو مدارس التحفيظ القرآنية في هذه المنطقة. وجل هؤلاء هم من طلبة الشيخ، وفيهم أخيار وقراء ليسوا من طلبة الشيخ. بإذن الله سوف نستمتع بقراءتهم ونتبرك إن شاء الله سماع القرآن الكريم، لأنه كتاب مبارك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وأخيرا أيها الإخوة، الإخوة سوف يقدمون لنا بإذن الله عشاء خفيفا بإذن الله سبحانه وتعالى، وماء مباركا وهو زمزم، ما مزمزم إن شاء الله. ولا ريال أني وكو هرضي فرحتنا أيتهاي إن أن متره ولا لها مسؤول كأه مسجد كان أينو نمي وحالي ذكو سور دويني أدمانتي مركز كيني يمسجد كيني ومساجد كيني أدمانتين عاوة. أيها الإخوة، وحالو بلن سنة هاي حفلة دن ولا بقيبة كوبنان دونت قيبت وقوه الرئيسة وحين نقوم دون تابين الله سبحانه وتعالى قدال بكسر نقوم دون تايه اللي وقت شيء ذي حفلة دين لقبته إن لو قلتها كلية لغنا عاوية لغنا قرب استاغو مشروعة وين أين وذا أقلها اللي دار الفاروق وأكتهين إن هي مركز أوين المسلمين تأي كل يهين ماشان أما منطقة أين كلنا ولا ليال مركز هذا السوري ولا له ينوش شيئا وأسكو في لندن مدة أدلو لكن هو كلامي إنه قبل هاي هاي لحظة بلاد فود إنه قصة هاي وخاصة ذلك مساج كان كل حراني مركي هو رئيس معها مركي اللي بعدنا معها المساجد كان المساجد كانوا مسلمين اللي يهين أجرب استعجال وهذا خير يو ناق لغو برتي إلى يوم حكر الجني هذا ما أنتوا إن أو إخلاص وقدروا يدنا تاس بابين الله سبحانه وتعالى بعد سمين دونا وحويل اللي نمو الدين دونا لكن إلهي أكتي سوى كو انتهي نحضى بلو أصاص عطا قفك إنو كتب الرعا بغول دولار بالشيبة مروا بوضا بحنكرة يهدي أوربو إنو لحظة إسرائي مربحيو انتبا إن شاء الله وأوفر انتهي أرنت لباد كل ولالو أي إيمان دونا أرنتاس سحوق واحد لدونا أرنت لباد أي نعاوي إن شاء الله يدنا نكود فعيد سندونا وحين نقول دونتا إن لي نوصو بندقو قرآن كريم ويأخرين دونان حفاظ يدد كتاب في إلهي سبحانه وتعالى حفظي أهنا سيدة إلهي أنو كرجين أنو دد كرسولك وكوت المامي إن يهين دد كتد كأغو خير كبضن أو أه دد كقرآن كدد كبرا أرداداس يمعلمين تاس يعلم دا قرآن كأخرين دونا وحي أبدنان دونان أرداد شيخا وحي كشرة ركلة أو قراءة وفضل قود له وقار كود أو تقال ناس الشيخ فيصل وكله ويستقون القرآن كإنه آخرين دونه وحن كسو ختم دونه بإذن الله سبحانه وتعالى عشاء كوبا
ودك يمي أي ورالو أسو سين دونان حتى نوح إنو بلاب دونا إن شاء الله برنامجك. وأقول لكم أخيرا يا مرحبا بمن وصل على العيون في المقل قلوبنا هي المحل وهي الفصيح المقعد. أنا هاد واحد كسر دوينة يا شيخ فيصل عبد الرحمن وبإذن الله سبحانه وتعالى إن نؤخره بما تيسر من القرآن الكريم. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي الرحمن على العرش استوي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفي الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتيك حديث موسى إذ رئي نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوي وأنا اخترتك فاستمع لما يوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعي فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردي صدق الله العظيم. تفضل بك كلمة بإذن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن فضل القرآن. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وكشف الغمة حتى أتاه اليقين. أيها الإخوة الكرام، فجزاكم الله خيرا على حضوركم على هذه الأمسية القرآنية المباركة، فأقول كلمة: إن حفظ القرآن من خصائص أمة المحمدية، وهو شعارها في هذه الأمة، فأهل القرآن هم أهل الله تبارك وتعالى. إن حفظ القرآن أيها الإخوة عبادة يبتغي به صاحبه وجه الله والدار الآخرة، وبغير هذه النية لن يكون له أجر، بل يأثم على صرفه في هذه العبادة بغير الله تبارك وتعالى. إذن يجب حافظ القرآن ألا يستخدم بحفظه بتحصيل منفعة دنيوية، لأن حفظه ليس سلعا يتاجر بها في الدنيا، بل هي عبادة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد خص الله تبارك وتعالى حافظ القرآن بخصائص في الدنيا وفي الآخرة، منها إنه يقدم على غيره في الصلاة إماما، وإنه يقدم في القبر أو يقدم على غيره في القبر من جهة القبلة، أما في الآخرة إن منزلة حافظ القرآن عند آخر آية كان يحفظها وهو مع الملائكة المقربين، يكون معهم. ويكفيك فخرا وفضلا يلبس تاج الكرامة. إخوة الإيمان والإسلام، ما دام أن وقت ضيق فلا مجال لي أن أطيل الكلام، وأقول لكم بارك الله على سعيكم في هذا البيت الطيب الطاهر. أسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا البيت الطيب الطاهر أن يجمعنا في الآخرة كما جمعنا في هذا البيت مع سيد الدعاة وإمام المتقين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله. عربي وانا قوة انا افبايد وانا قوة الله ماشي قادي لانا لك ورا ليال إله ما مهضل هذا خير الكلام ما قل ودل وركو نحرك يسوحوية إلهي سبحانه وتعالى قرآن غسأت ذات كينان شيخنا وليد أرديسي ذاتك كلام إلهي ملك السيك صوب برتين إن هذا جزتان قدمنا أهم حاجة وحاوي مشروع أخواننا مهم، مشروع المسجد كدار فاروق ومهم صدق هذا ما أنت بحيك قطر إسا هداد حنوصنته هداد إن تقول سلطان يا رب بدنا ماشي الدوابة بوح إن تكبر في عن هداد هجر ربتيد المهم بدنا سوق دقلاجر هداد إن كوسون غدار ربتيد صدق بحسو واحد كلي كبت بادنا وصدق أقول قولي هذا وبالله توفيق وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أتقدم إليكم بالشكر الجزيل والله على ترحيبكم لنا وإكرامكم لمسجد دار الفاروق، هذا المسجد المبارك مسجد كرم المود، يعني بحمد الله تعالى كان له دور الأكبر في دعم مسجد دار الفاروق وما زال مستمرا في هذا الدعم، فأنتم شركاء إن شاء الله في الأجر في كل خير
يجري في مسجد دار الفاروق بإذن الله تعالى. كل طالب علم يحفظ آية من كتاب الله لكم إن شاء الله حصة في الأجر بدعمكم ومساعدتكم لهذا المشروع الذي نرجو بإذن الله تعالى أن يكون ذخرا للإسلام والمسلمين إن شاء الله في هذه الولاية والأجيال من بعدنا. وكنا نخطب هنا، كنت أخطب هنا يعني خطبة الجمعة الماضية، كان الحديث عن البركة، والبركة هي الخير الكثير، كثرة الخير ودوامه وعمومه. فالله سبحانه وتعالى يبارك في بعض الأشياء فيجعل سبحانه وتعالى فيها خيرا كثيرا، ويعم هذا الخير لا يخص وإنما يعم ويكثر وينتشر ويدوم وتطول فترته. وضربنا مثالا بكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، وفي الحقيقة كل كتب الإمام النووي رحمه الله كتب مباركة، يعني الأربعون النووية يوجد الذي يرجع إلى يعني المكتبات ويبحث عن الكتب الأربعين يجد مئات العلماء، كل منهم جمع 40 حديثا من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام وجمعها في كتاب. لكن سبحان الله هذه 40 التي اختارها الإمام النووي رحمه الله، يعني هو العمل قد يكون ظاهره يسيرا، يعني اختار 40 حديثا شريفة وجمعها في كتاب، يعني ليس له إلا مجرد يعني جمع هذه الأحاديث في كتاب، فطرح الله تعالى فيها البركة، وظل المسلمون مئات السنوات بعده إلى يومنا هذا، وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى أول ما يبدأون حفظه في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد حفظ القرآن الكريم يحفظون هذه الأحاديث 40 ويترحمون على جامعها رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب رياض الصالحين وغيره من الكتب. فالبركة من الله سبحانه وتعالى، يطرح الله تعالى البركة في بعض الأشياء ويجعل فيها خيرا كثيرا وعاما ودائما بإذنه سبحانه وتعالى. ونشكو كثيرا من قلة البركة في الأموال، أموال كثيرة ولكن لا ينتفع بها وبسرعة تنفد وتضيع من غير استثمار لها، بينما يوجد من بارك الله تعالى له في مال قليل وإذا به ينمو ويكثر ويكون دائما في ازدياد وخير. والبركة في الأوقات، نشكو من قلة البركة في الأوقات، أوقات كثيرة لكن عندما تنظر ما الذي فعلته في هذه الأوقات تجد تمر السنوات وتلو السنوات من غير يعني فائدة في الدين ولا في الدنيا ولا كذا، بينما مثلا يوجد من بارك الله تعالى له في وقته وقت قليل يعمل فيه عملا فيه خير كثير. فكيف يعني نحصل على البركة؟ أعظم البركة كما في كتاب الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، هذا القرآن الكريم هو سر البركة وسر الخير. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وهذا كتاب في عدة آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. فالقرآن الكريم وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كتاب مبارك، وأنزله في ليلة مباركة، وصف الليلة التي أنزل فيها القرآن بأنها ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فهذا كتاب مبارك، وكل من يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ويعمل بهذا الكتاب ويتلو هذا الكتاب ويتحاكم إليه ويستشفي به لا بد وأن تناله البركة وتحصل له البركة. كذلك الإيمان والتقوى، قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالإيمان والتقوى سبب للبركة، كذلك الصدق والتبيين، والتبيين
يعني عدم الغش وعدم المخادعة، وأن يكون الإنسان صادقا مع الله سبحانه وتعالى. الحديث ورد في الصدق في البيوع والتبيين في البيوع، لكن العبرة بعموم اللفظ، فالصدق في كل شيء والتبيين فيه يكون من أسباب البركة فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهم، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لأصحابه بالبركة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه، قال: اللهم بارك له في عمره، وفي بعض الروايات قال: اللهم أطل عمره وبارك له في ولده وبارك له في ماله. فكثر أولاده رضي الله عنه وأرضاه حتى يمكن زادوا عن 200، وعاش رضي الله عنه 100 سنة. وبارك له في ماله، كان له بستان في البصرة يثمر كل عام مرتين، وليس في البصرة بستان يثمر مرتين إلا هذا البستان، كل بستان له محصول واحد في السنة إلا بستان أنس رضي الله عنه، يثمر ويجني المحصول وبعد شوية يرجع يطلع محصول مرة أخرى ويجنيه مرة أخرى ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فحسن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدنا ما يعجبه فليبرك عليه، يعني يدعو له بالبركة. وعند الزواج ندعو للمتزوجين: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. فإذن البركة يحتاج إليها المسلم دائما. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم بارك لنا في أرزاقنا ووسع لنا في دورنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وبارك لنا في أرزاقنا ووسع لنا في دورنا. فالمسلم يحتاج إلى البركة، ومن أعظم أسباب البركة القرآن الكريم، لأنه كتاب مبارك. فبإذن الله تعالى كل من يعني أقبل على هذا الكتاب يريد وجه الله فسيجد بركة في جميع أموره وجميع شؤونه بإذن الله تعالى، تناله من بركات هذا الكتاب العظيم. كذلك أيها الإخوة الكرام، الصدقة من أعظم أسباب البركة في المال. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح البخاري، أن رجلا كان يمشي في الصحراء فسمع صوتا في السحاب يقول: اسقي حديقة فلان. كان رجل ممن كان قبلنا يمشي في الصحراء كما يحكي لنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فكان يمشي في الصحراء فسمع صوتا في السماء يقول: اسقي حديقة فلان. فتبع هذه السحابة حتى ينظر أين تذهب هذه السحابة، فإذا بهذه السحابة يعني تمطر في شرجة من هذه الشراج، يعني تجويف في الأرض كذا محفور، فالسحابة وقفت عنده وأمطرت. فتتبع الماء الذي يمشي في هذه الشرجة، فإذا به الماء يسير في هذا المجرى ثم يصب في حديقة رجل قائم بمسحاته يحول الماء، واقف معه المسحاة وينقل بها الماء ويحوله إلى حديقته عند يعني عند هذا المجرى. فسأله الرجل الذي سمع الصوت في السحاب، قال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان. فذكر له اسمه للاسم الذي سمعه في السحابة، نفس الاسم الذي سمعه في السحابة إذا به اسم ذلك الرجل. ثم قال له: ما لك تسألني عن اسمي؟ يعني ما سبب سؤالك عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب يقول: اسقي حديقة فلان، فسألتك فإذا أنت هذا الرجل، فماذا تعمل فيها؟ قال: إني إذا جنيت ثمارها جعلته أثلاثا، رددت عليها ثلثه، ثلث ما يجنيه من هذه الحديقة يجعله لتعميرها ولإعادة زراعتها والعناية به، وثلث ينفقه على أهله، وثلث يتصدق به. فكان هذا سبب البركة، يسوق الله سبحانه وتعالى له السحاب ليمطر في حديقته. وفي كتاب الله سبحانه وتعالى
ذكر الله تعالى لنا قصة الرجل الصالح الذي كانت له جنة، يعني بستان أو حديقة، وكان يطعم منها المساكين، كلما جنى محصولها كان يجعل نصيبا للمساكين. ولما توفي كان له 3 أولاد 3 أبناء، فقرروا أن يقطعوا هذه العادة الحسنة التي كان عليها أبوهم، ظنا منهم أنهم إذا قطعوا ذلك طمعوا في يعني زيادة الثمار، وطمعوا في أن يكون حصتهم أكبر، وقد جهلوا أن هذا الطمع سبب في زوال النعمة والخير. الله سبحانه وتعالى كان يرزق أباه ويبارك له في حديقته وفي ثمارها لأنه كان يتصدق منها على المساكين. فمرات الله سبحانه وتعالى يرزق شخصا لأنه عن طريقه يصل الرزق إلى المساكين أو إلى باب من أبواب الخير، عمارة بيت من بيوت الله. فالله تعالى يرزقك من أجل أن يستعملك في طاعته ويوصل على أيديك الخير إلى بيت من بيوته أو عمل صالح يحبه الله سبحانه وتعالى. أول ما تقطع هذا الخير يقطع الله سبحانه وتعالى عنك يعني خيرا، لأنك ويستعمل غيرك في طاعته ومرضاته. ويعني الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا وأراد به الخير استعمله في طاعته، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعبد خيرا استعمله. قالوا وما استعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح يقبضه عليه، يعني يستمر على هذا العمل الصالح إلى أن يقبضه الله سبحانه وتعالى عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يبارك لنا في أهلنا وأولادنا وأرزاقنا وأوقاتنا وجميع أمورنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ويجزاكم عنا وعن مسجد دار الفاروق خير الجزاء. اللهم أمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم الإيجاد ونعم الوجود ونعم الحلف حفلة ونعم المسجد ونعم الحي، الحمد لله. وليال انت بإلهي بنك شكرينا محاي إلي يا إلهي بقراك كله لا إن شكرتم لا سيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد، صدق الله العظيم. وليال إن سأل الصعوتين أما ذوقتهين وهي تكبى العذاب كف مقضى مرايكا كعدو اللي بوي يكتاي ميش وجوغو مركا جماعة ديني جماعة الدعوة عطليق إدل كأني كتميد بمرتين نوها يدو مرتين ما تنسقو تيني وير بورك من صوتك نوفين إيغو أو دعو إيه دادال دينات كتغو إنو سو دعيني الله أقبل يامين دهولا دم فلي يكون ضعيف هو بالله إنك مؤمن كي مكان يؤمن بالله واليوم الآخر فلي يكون ضعيف هو وحكو كرامين إياه دقيقة ذا هلا يسيء قيب كم ذا ولا الكين داعي إن الشيخ عمر ودي تروي تكن وجماعة ذا إنه كم ارتجل يقلب يسيء وتشي يسيء نصر ديسا إنه ويمد أيام دقيقة ذا قيب كسين دونا هي ذا أي برنامج كسيدو يهي وص عن طورا مركا كل ديران ماي لكن ولا ليال هذه أي نونا هاي داد مسلمين أو الصوماليات سبيس الصومال وحويان وين إلهي كل شكر نويا ولا ليال عيدا يدل كان مرايكا كأه قفكا مسلم كأه أي ما دو كل شكريا دلكو وأن لا تسبح سبا وارن قفك كل شيءنا لبا غور بكو شكريا يا مسلمكا مركا عيدا بلارن اي الهي نكيني اي ددكي كو نولاي امريكا امريكان مارت بيبل ايو حكومه ديسا انتبا اي نغو سو دوويين وحان كو لواد ما حدسنتي بلسه وحان لهناي امام الله وحان سنة دعوه حقه ورساله النبي محمد او دنبيسيا كتاب الله قرآن كريم لا يهديه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
تنزيل من حكيم حميد. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. ولا لي المركاسي برهان تمركي سيدات هاي قرآنك وإلهي سبحانه وتعالى كليه. يا أيها الناس، يا أيها الناس قد جاءت برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العظيم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهانا له. يا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. مركب ملها برهان تكعية كل رابي وحي هذا برهان تحقيت ككين تقرأ ككين أنت كبعد وانيا وحن آدي يا آد أنا يقول أكو هذا يا مجيئنا يا شرفتنا يا كرامتنا يا وجودنا قالقة يا قلبينا النور يا قرآن كبوح أنا يقول ما قعد أكو هذا يا حشرف آه إن إذا هنو إدارة دينا كارميل مول ومالي برنامج متكامل هو بلشد إن مسلك أو احترى ياي فجزاكم الله خيرا ميساك حسنات خير هاي تصار أنت كبعد علماء دينا شيخنا شيخ وليد إدريس شيخ وليد أنا قوان استقوان تن عد لهاي بالمجرد وين تن عد ما أنت نوي سوق روجر كيسي بعد طالع فما ركتان أنت أبو وحر مرخاتك هاي ورقم مركعية إنه أها وسيري رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأها يا خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه وكسو جيرين تاسودن فجزاك الله خيرا إساق يين تلمتك هل كان وحا يقام موقضا دو آهران إليا كل ميو أن حسن كشي كي سنعوا حملة القرآن يا إهل القرآن إهل الله وخاسته إلهي ويلي سبحانه وتعالى في رسول كان يقول عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح مركا والي يال أنا أعوى حشرف في آينا نتائي لهذا إلهي بانا كم هذين إنا أنا أقول إلهي بانا كم هذين إيا إن حفلتنا كرامة إستنا الله إسو قارسيو أو ندن لك كل ما وحان إلي محان كورا هذا بلا جسكن نستي دو وديار دالان تهدنا وحان إلي مايا مال لغا مقنا هذا ماها كارميل عاوة سو ماها سو ماها تكبير الله أكبر مركا إنتا كبعدي إذن كو آدم مهدسن وحريون راليق أي هاي وكل إذن آدم مهدسن وكرامي سن الله إذن كرامي الله إذن أقبل الدعاء دي تنبقين الله دافو كي والدكين الله دافو دعاء دي الدين تتام الله كي يلو دادك مسلمك إلا استقامة هستيو قوانا هستيو دادك آن مسلمك إلا الله سوقر يدين تإسلام ويا رحمد من سنة الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الشيخ عمر بان لبك المدود أقول سورد ويريا فضل يا شيخ عمر بارك الله فيكم وبارك الله شيخكم ونحن من ديترويت نحمد الله سبحانه وتعالى أن يوجد نموذج في هذه البلد ويكون القرآن هو منهجنا. الله سبحانه وتعالى مدح القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم مدح أهل القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن أهله الذين كانوا يعملون في الدنيا تقودهم سورة البقرة وعلى عمران يحاجان في صاحبهما. فنقول لأهل القرآن علمتم قراءته والآن إن شاء الله تعملون ما يأمر القرآن. وحن إذن كرتشين إلى سبحانه وتعالى الفاضي سي قرآن كوان برني وحن إلى إذن كرتشين إنن كعمل في الله وهو نغض قرآنكو كإنه الكسعة oo ino wada jannada inuu quraanku noqon ka inaga dambeeyay ee riixaya marka quraanku inuu noqdo qudwadeena iyo manhajkeena iyo xukunkan isku xukumeyno isjacaylkan isjacalnahay ee diintu waxa ina fariisto dadkana inaan gaarsiino sida culimadu u tiri khayrukum man taallama alquraana wa allama marka sheekh waliid ya ardadiisa ya hamalat alquraan ya mashayikh dabadan fadhida ya ahla diin حوي واحد سفراء الله في الأرض خليفة الله في الأرض باتين نائب الرسول باتين وارث الكتاب باتين انت صوصي فوق قرآن كيدوك الشاكي إلهي سبحانه وتعالى وانا وحو إذين دورتي وانا إلهي بانا إذين دورتي هو اجتباكم ملة أبيكم إبراهيم قرح ودن كينا كدعينا وإلهي أبوري
inu from north of New York, west of New York, to Washington, east of California, to north where you are now, till Texas. Inu lai ku aburu dad dinti kashaqeyniya, o masajidadi disay, o khair qaba, o Quran ki baraniya, o meel kasta ay Makka tihiin, bal ogaaday waxa tihiin, sufarada Ilaahay soo duray, ansaarullahi fil ardbati. إلهي إذا هذا أقبله وأنا أدعو لشيخنا الله يزيد أمثاله ويكرمه في الدنيا والدارين قد كرمه في القرآن وقد كرمه علمكم ليس بيننا نصب ولكن بيننا صلة الدين فبارك الله يا شيخنا وجزاك الله عنا خيرا وكثر الله أمثالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله أنا لست بشيخ إن شاء الله لكن أتمنى أن أكون الشيخ إن شاء الله أنا طالب العلم إن شاء الله سماني بشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بارك الله لي ولكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده
أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم صدق الله العظيم وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قر مثاله كلترج حاليه مريحا وموكلا هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليه ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين جزاك الله خير وبارك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل التوراة
نزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين أعوذ بالله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة
وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم ذهب إلى أهله يتمطي أولي لك فأولي ثم أولي لك فأولي
أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني تمني ثم كان علقة فخلق فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضي من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك
وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا
فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع الأليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ومن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم
أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون صدق الله العظيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. رجيم ألف لا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. جزاك الله خير الله سبحانه وتعالى كعبة المريض كل شيء مكتوب إن شاء الله هذا رح تسعد وين يا كتاب مهندس شيخ لي ونعذب شيخ كبير أعلمك لك إن شاء الله شيخ حراء دور القرآن بعدنا وبنوت عن دورة سيجارة يسكودة وغرقر الشيخة والفاسية تدفر بضان إمران قال إليه وغرقر القضاء الشيخة فوريشنية جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه أجرا عظيما. الله يبارك فيكم، الله يحفظكم يا رب. هذه كانت رواية ورشة عن نافع يعني إن شاء الله، بارك الله فيكم، الله يحفظكم يا رب يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجب وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم الرحمن الرحيم الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لمن تصدق في هذه الليلة وشارك في هذه الليلة المباركة أن تغفر لهم وترحمهم وتبارك لهم فيما رزقتهم اللهم بارك لهم في أموالهم اللهم بارك لهم في أهلهم اللهم بارك لهم في أولادهم اللهم بارك لهم في أوقاتهم اللهم اخلف عليهم خيرا يا ذا الجلال والإكرام وآت كل منهم سؤله يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا
نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وفي أهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، وأعط محسننا ما سأل. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحمد علي محمد على العالمين.